مرحبا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من برنامج كشك الصحافة، نطالع فيه أهم وأبرز ما قالته الصحافة اليمنية والعربية الصادرة لهذا اليوم والتي تابعت العديد من الموضوعات، ونبدأ من المواقع الأخبارية المحلية. ونبدأ من موقع التغيير نت والذي تابع إحدى الموضوعات وعنوان: ضبط خلايا نائمة تتقمص دور الجماعات المتطرفة جاهزة لتنفيذ عمليات تخريبية. وقال الموقع إن الأجهزة الأمنية أحاطت بخلايا إرهابية نائمة تتمركز في مأرب وصرواح، كانت على وشك القيام بأعمال تخريبية تستهدف مؤسسات الدولة ومراكز القيادات العسكرية، إضافة إلى بعض الأسماء البارزة التي تلعب دورا في العملية الحربية ورجال سياسية محسوبين على الحكومة الشرعية. وكشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية مع أفراد الجماعات الإرهابية أنها مكلفة بتنفيذ عمليات في عدد من المدن التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، أبرزها المواقع العسكرية ومستودعات النفط، وأن تنفذ هذه العمليات تحت راية تنظيم القاعدة وداعش. إلى موقع الموقع بوست والذي اهتم بالعديد من الموضوعات وعنوان: ولد الشيخ يدين تفجير منازل المواطنين من قبل الميليشيا ويدعو للإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحتجزين. ومن عمران: ميليشيا الحوثي ترغم المواطنين بمديرية ريدة على التوقيع في كشوفات لمعرفة وجهتهم والتضييق عليهم. ومن العناوين أيضا من محافظة دمار: ميليشيا الحوثي تنهب مليون ريال من مخصصات القطاع الصحي للاحتفال بأسبوع الشهيد. ومن العناوين أيضا: العثور على جثة برلماني سابق مقتولا في أحدى مزارع محافظة لحج. وإلى موقع عدن تايم والذي حمل في صفحته الرئيس في صفحته الرئيسية العديد من العناوين، ومنها: ولد الشيخ يدين الاعتقالات غير القانونية وتفجير المنازل التي تقوم بها الميليشيا. وتقول التفاصيل أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أكد أن تفجير المنازل أمر تتنافى مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان ومع القيم والأخلاق اليمنية. وقال ولد الشيخ أحمد: أنا طريق السلام لم يكن أبدا سهلا، لكني أعول على التزام الأطراف بإيجاد حلول عملية تمهد لتلك الطريق نحو اتفاق ثابت لإنهاء الحرب وفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن. ومن العناوين أيضا: جرح 3 أشخاص أحدهم حالته خطيرة باشتباكات في محطة وقود وبدار سعد. العنوان: لا تساوموا على مستقبل الوطن وشعبه. تحت هذا العنوان كتب عبد سعيد المغلس مقاله المنشور في موقع مارب بريس، وقال الكاتب: قامت ثورات متعددة تطلب الخلاص، تم إجهاضها والالتفاف عليها حتى أتت الفرصة التاريخية بثورة الشباب عام 2011، وحدثت محاولات عدة لإجهاضها والاستيلاء عليها مستغلة أن الشباب يفتقدون للمشروع والقيادة والآلية، وتداعت الأحداث وشاء قدر الله أن يقيد لليمن الوطن والإنسان فرصة تاريخية نادرة تمثلت بقيادة تاريخية ومشروع تاريخي تمثل بدولة اتحادية بأقاليمها الستة، عالجت كل مظالم الماضي البعيد والقريب بتبني وطن المستقبل القائم على التقسيم العادل للسلطة والثروة والمواطنة المتساوية من صعدة إلى المهرة، وتحولت دولة وحدة الفيد والضم إلى دولة اتحادية فككت الفيد والضم، فلم تقبل ثقافة الهيمنة وأدواتها المشروع، فقامت بانقلابها المعروف وما تبعه من أحداث عصفت بالوطن شرعية ومشروعا وشعبا. مشاورات الكويت ميدان من ميادين المعركة الدبلوماسية التي هي بضراوتها وشراستها أشد من المعركة العسكرية، فضحاياها مواقف تحدد مستقبل شعب ووطن، ولا يمكن تعويض خسارة ضياع مستقبل وطن بشعبه. إلى موقع يمن مونيتور والذي جاء فيه: مصدر تفاوضي يمني، الحوثيون يطالبون بالشراكة قبل أي اتفاق. يقول الموقع نقلا عن العميد عسكر زعيل عضو الوفد الحكومي الاستشاري في مفاوضات الكويت إن الحوثيين يطالبون بالشراكة قبل أي اتفاق، وأنهم يريدون تضييع الوقت للتقدم على الأرض.
وأضاف زعيل: الحكومة تطالب تسليم السلاح للشرعية والانسحاب من مؤسسات الدولة، وفي المقابل يرفض الحوثيون هذا ويريدون تضييع الوقت. يتابع زعيل تخدير الشعب اليمني والجيش والمقاومة بقضية المشاورات أمر في غاية الخطورة، عليهم ألا ينتظرون حتى نصل مع الحوثيين إلى اتفاق. ومن عناوين الموقع أيضا: ارتفاع ضحايا الضنك في شبوة جنوبي اليمن إلى 17 ضحية. إلى موقع صهاريج نيوز والذي تابع إحدى الموضوعات في عدن وعلق: اعتقال 3 أشخاص متهمين ببيع مطويات وكتب تروج للقاعدة بالمنصورة. وقالت التفاصيل: داهمت قوة من الجيش كشك يستخدمه متشددون لبيع كتب ومطويات. قال مصدر في الجيش أنها تحرض على أعمال عنف وتروج لفكر الجماعات المسلحة. ونقل الموقع عن مصدر قوله: إن قوة من الجيش داهمت الكشك الواقع قرب مكتب البريب وسط المنصورة واعتقل 3 أشخاص كانوا بداخله. وأوضح المصدر أنه تم العثور على منشورات وتسجيلات مرئية تابعة للقاعدة، مؤكدا أن قوات الجيش لن تتهاون مع أي أعمال كهذه. عن الدور الذي تلعبه إيران في زعزعة أمن واستقرار المنطقة والظهور بأكثر من وجه، كتب إسماعيل الجنابي مقاله المنشور في صحيفة الشرق القطرية. وقال الكاتب: وفي هذه الأيام أخذت وتيرة التقارب بين واشنطن وطهران تتطور بسرعة أكبر في ظل إدارة الرئيس أوباما، وذلك نتيجة لتبني الحزب الديمقراطي استراتيجية جديدة تجاه إيران تجلت في شهر مايو عام 2009 على لسان وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت غيتس، إذ أشار إلى إمكانية التفاوض المباشر مع إيران بهدف تحسين الأوضاع الأمنية في المنطقة. وأدى ذلك التصريح إلى استياء واسع في العالم العربي، حيث شعرت الدول العربية بامتعاض شديد من استبعادها عن تلك المبادرة. وفي الوقت عينه التقطت مراكز الفكر الأمريكي توجهات الإدارة الجديدة، فأخذت تنتج مادة مكثفة حول مميزات التقارب مع إيران، مستعينة باللوبي الإيراني النشط في واشنطن بقيادة الخبير الإيراني الأمريكي ولي نصر، الذي نشر عدة دراسات أوضح فيها أن الولايات المتحدة هي التي تقف خلف سياسة تمكين إيران في العالم العربي. ومع كل هذا التعاون، يصرح مرشد إيران الأعلى في العلن أن أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني هم الأعداء الأساسيون لإيران. أما حال العرب اليوم التي أصبحت كقطعة الزبد التي تسهل مهمة غرس سكاكين الغدر فيها، إذ بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في بعض الدول العربية عام 2011 تكشفت ملامح التعاون الأمريكي الإيراني في دعم المعارضة الموالية لها في الخليج العربي، حيث نظمت مؤسسات دعم الديمقراطية الأمريكية دورات متقدمة للمعارضة الطائفية المرتبطة بإيران في مجال استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لتأليب الرأي العام ضد دول الخليج العربي. إلى الاشتراك نت والذي تابع تطورات المواجهات في أحد مديريات محافظة إب، وعنون الموقع: مواجهات عنيفة في الشعاور والميليشيا تقتحم قرية في جبلة وتختطف عشرات المواطنين. وقال الموقع: تمكنت قوات الجيش والمقاومة من التصدي لهجوم عنيف لميليشيات صالح والحوثي غرب محافظة إب. وبحسب مصادر محلية للاشتراك نت، فإن مواجهات عنيفة اندلعت بين الطرفين إثر هجوم عنيف للميليشيا على منطقة الشعاور في حزم العدين. وذكرت المصادر أن الجيش والمقاومة تصدى للهجوم وأجبر الميليشيا على التراجع، وأسفرت المواجهات عن مقتل أحد أفراد المقاومة وإصابة آخرين. قبل مطالعة أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نعود الترحيب بكم ونصحبكم في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية، ونبدأ من صحيفة القدس العربي والتي تنقل عن مصدر حكومي يمني قوله: الحوثيون يستغلون المفاوضات للتقدم على الأرض.
وأقال مصدر حكومي يمني في مفاوضات الكويت أن الحوثيين يريدون تضييع الوقت بالمشاورات للتقدم على الأرض، وأنهم يطالبون بالشراكة قبل أي اتفاق. وأضاف المصدر: الحكومة اليمنية تطالب بتسليم السلاح للسلطات الشرعية والانسحاب من مؤسسات الدولة، والحوثيون يرفضون ذلك ويريدون تضييع الوقت للتقدم على الأرض، في إشارة إلى استمرارهم في العمليات العسكرية ضد القوات الموالية للحكومة في اليمن. إلى صحيفة الجريدة الكويتية والتي عنونت في أحد صفحاتها: قطر تساهم في أمن المدن المحررة. وقالت الصحيفة إن وزير الداخلية اليمني اللواء حسين عرب تلقى تعهدا قطريا بمساندة الترتيبات التي تجريها الحكومة اليمنية لإطلاق جهاز أمن داخلي تابع لوزارة الداخلية في المحافظات المحررة. وأفادت مصادر بأن وزير الداخلية اليمني بحث في الدوحة سبل تقديم الحكومة القطرية دعما لوجستيا لجهاز الأمن المزمع إطلاقه خلال الفترة المقبلة للعمل على إعادة الاستقرار إلى العاصمة اليمنية المؤقتة والمحافظات التي استعادتها قوات الرئيس هادي. وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر عاد وأفراد حكومته إلى ممارسة عملهم من عدن الأسبوع الماضي. ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن القيادي في المقاومة الشعبية بمحافظة الحديدة أيمن جرمش وصفه للوضع في محافظة الحديدة بالمأساوي، مبينا أن عشرات الأطفال يترددون على المستشفيات بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة الزائدة. وأشار إلى أن الميليشيا التي تمنع في قتل أو التي تمعن في قتل المدنيين في المدن المعتدلة والباردة بالصواريخ والمدن والحصار تقوم بقتل الأطفال والنساء والمسنين بالحرارة في سواحل تهامة. وبين بأن الانقلاب يمنعون أو الانقلابيون يمنعون المنظمات الإنسانية من رصد حالات الموت المعتمد على تفريط ميليشياتهم في الحديدة، وتواجه من يقف ضدها بالقتل مطالبا المنظمات الدولية والدول المانحة بالعمل للضغط على الميليشيات وعدم احتكار مادة المازوت المخصصة لمحطة الكهرباء والتي تصل الميناء وتختفي. أما آن لليل أن ينجلي؟ بهذا السؤال بدأ أستاذ الفلسفة السوري طيب تيزيني ما قاله المنشور في صفحة الاتحاد. وقال الكاتب: لماذا اشتعلت الحرب؟ ألم تعرف الأسباب أو بعضها من تلك التي أسست الحرب وجعلتها واقعاً يفرض نفسه؟ كان ابن خلدون ومن قبله ومن بعده فولتير وكانت وماركس وعبد الرحمن الكواكبي وكوكبة طويلة من التاريخ العالمي قد بحثت في الحرب أسبابها وسياقاتها ونتائجها، ووصلت إلى أن غياب العدالة والإصلاح وهيمنة الظلم والاستبداد في بلد ما يمثل استفزازا للفئات والطبقات والمجموعات المحرومة التي تطالب بحقوقها أو بالضروري فيها اقتصادا وتعليما وحكما سياسيا. هنا يجب التوقف عند ضبط وتفكيك تلك الظاهرات وإخضاعها للبحث العلمي الموضوعي، إذ حينئذ سنتوقف عند منعطفات قد تؤسس مجتمعة لخروج الناس إلى الشوارع. إن الكرامة البشرية والإصلاح الجزئي والكلي والتغيير وفق التحولات والتغييرات في الداخل والخارج، إضافة إلى ما يجعل أولئك كائنات إنسانية، هي الأثمن في الوجود في وطن نال استقلاله قبل عقود كثيرة. لقد خرج الناس إلى الشوارع من أجل ما يجعل منهم بشرا حقا، ولم يكن ذلك الخروج هواية بل أكثر من ذلك. إنما يقوله نبض الشارع مهم للأطراف التي تؤسس للوطن ولأولئك الذين يحكمون هذا الوطن. كنا نراهن على أن تقرأ رسالة الخروج إلى الشارع هذه بمثابتها حقا وواجبا، وليس من حيث يستفزاز وتعجيز. صحيفة البيان الإماراتية تابعت الوضع الإنساني في تعز وعنونت: تعز مدينة أنهكها القتال وحصار الميليشيات. قال وكيل محافظة تعز رشاد الأكحلي أن معاناة أبناء تعز مستمرة حتى أصبحت مأساة بعد أن تجاوزت عامها الأول. وأكد الأكحلي لموقع سعودي أن تعز لا تزال تواجه وحشية جماعة الحوثي وصالح من خلال الحصار الخانق الذي ترتب عليه إفقار منظم للسكان، وكان
أثره كبيرا على مجمل حياة الناس المعيشية والخدمية. وأضاف الأكحلي أيضا ميليشيا الحوثي تمنع دخول المواد الإغاثية والغذائية والصحية والنفطية، ويتم حجز الأغذية والمواد الطبية التي تقدم أحيانا للمحافظة. وما زاد من مأساة الناس أن الحصار يترافق مع قصف متواصل ليل نهار وبشكل عشوائي على أحياء وشوارع المدينة. صحيفة الخليج الإماراتية أيضا تابعت الوضع الإنساني في المحافظات وعنونت: تفاقم الأوضاع المعيشية في المدن الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين. وتقول الصحيفة: تشهد المدن التي يسيطر عليها الإنقلابيون تفاقما غير مسبوق لحدة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والتي وصلت إلى حدود غير معهودة جراء اتساع نطاق السوق السوداء وانعدام العديد من السلع الأساسية. وتضيف الصحيفة أيضا: شهدت العاصمة صنعاء ومحافظات دمار وإب وعمران وحجة، والتي تخضع بشكل متفاوت لسيطرة الإنقلابيين، ارتفاعا قياسيا لأسعار غاز الطهي المنزلي، فيما لا تزال أزمة شح الوقود والمشتقات النفطية تتصدر مشهد التعقيدات الطارئة في الأوضاع المعيشية في شهر رمضان المبارك. وأكد الخبير الاقتصادي اليمني ياسين أحمد سعيد سلام في تصريح للخليج أن الأزمات المعيشية الطارئة في المحافظات التي تخضع لسيطرة الإنقلابيين كان يمكن أن تكون تداعياتها أقل حدة لو أن الحوثيون توقفوا عن ارتكاب جرائم التكسب غير المشروع من خلال السوق السوداء. وإلى صحيفة العربي الجديد، والتي قالت: المشاورات اليمنية تناقش تشكيل لجنة عسكرية. وتقول التفاصيل: أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن مشاورات السلام بدأت بالبحث في تشكيل لجنة عسكرية وأمنية تشرف على مختلف الإجراءات. وأوضح ولد الشيخ أحمد في بيان صحفي حصل العربي الجديد عليه على نسخة منه أن الجلسة التي عقدها مع رؤساء الوفدين تتطرق إلى النقاش فيها إلى الأمور العسكرية والأمنية، بما في ذلك ضرورة تشكيل لجان عسكرية وأمنية للإشراف على أي إجراءات أمنية يتم الاتفاق عليها. وقال ولد الشيخ أحمد: إن الطريق للسلام لم يكن أبدا سهلا، لكني أعول على التزام الأطراف بإيجاد حلول عملية تمهد لتلك الطريق نحو اتفاق ثابت لإنهاء الحرب وفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن. حياة في الكتابة. تحت هذا العنوان كتب بشير البكر مقاله المنشور في العربي الجديد، وقال الكاتب: شعرت بأن الكتابة رفعتني مرتبة في اليوم الأول من المدرسة. سطر واحد اختصر أمامي سنة كاملة، ومنذ ذلك الحين فإن كل ما صادفت أو عشت وما اتخذت من قرارات في حياتي ذات طبيعة عادية أم كانت ذات تأثير بعيد هو على صلة مباشرة بالكتابة. واليوم بعد سفر طويل لا أستطيع التفكير بشيء خارج الكتابة، وأول أمر يخطر لي حين أواجه موقفا معقدا هو اللجوء إلى الكتابة، محاولا فهم الموقف والتعبير عنه بالكتابة. وإذا فشل النص في محاكاة الحالة كنت أشعر مباشرة بأني أخفقت في فهم الحالة نفسيا، وهنا ينفرط العقد ويتشتت كل شيء، فيأتي الألم والحيرة والإحساس بالإحباط الذي يصل إلى القاع في كل مرة. ولا ينتشلني من الأمر سوى كتابة جديدة تنتقم من الفشل السابق وتعوض عنه كنوع من المتعة الانتقامية. لا أدري إن كنت أستطيع أن أعيش لوقت طويل بلا كتابة، لكني أعرف أن أول عمل أقوم به حين أصحو من النوم هو أن أهرع إلى الكمبيوتر، ولدي هاجس واحد هو الكتابة. بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه، نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور.